وصلنا لختام محطاتنا الصباحية هايدي، ورح نكون مع محطة جدا مهمة ورح نحكي أكثر ونتعرف عن مؤسسة رياديو المناخ السوريين، اللي هي مؤسسة بتركز على البيئة وعلى التغير المناخي والمسؤولية التي تقع على عاتقنا كأفراد تجاه بيئتنا والمحافظة عليها، وأيضا المساهمة بالتخفيف من الأثار وتغير المناخ اللي عم بيمر فيه العالم بشكل عام. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وأهميته بصيرنا نرحب ب فرح الأسعد، وهي رئيس مجلس مؤسسة رياديو المناخ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك فرح. بداية خبرينا عن حضرتك، عارفين عن حالك أكثر وعن المؤسسة أما تبلشت وشو الفكرة وشو بتركزوا عليها؟ بالبداية بشكركم كثير على عن جد هيك برامج هي بتركز عن جد على جهود الشباب، وقيمة التقدير هي دائما بتخلي الأشخاص دائما يعطوا أكثر و كونوا فاعلين عن جد بمجتمعهم، فشكرا كثير لكم الاعلام الصادق. شكرا يعني. لك. انا اسمي فرح الاسعد، مثل ما حضرتك خبرتي المدير التنفيذي لمؤسسه رياديو المناخ السوريون، كمان بشتغل مديره العلاقات العامه لشركه كواليتي اي اي. كمان بالسنه الماضيه حصلت على جائزه افضل مندوب عن سوريا بقمه الشباب العالميه بماليزيا. وحاليا يعني هيك خلوني اعطيكم شوي الخلفيه يعني الخبره. هي كنت بشتغل بتنمية اليافعين والشباب يعني بكثير منظمات جوا سوريا وخارج سوريا بموضوع تنمية اليافعين والشباب مثل ما خبرتكم. واخر شيء يعني كانت يونيسف هي اللي طاغية على موضوع هذا المجال، وهلا عم نشتغل يعني بموضوع التغير المناخي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة. طب خلينا نتعرف اكثر على المؤسسة، من وين اجت الفكرة، طبعا انت اسستوها، والاهداف الاساسية يلي تعنى فيها المؤسسة، وخصوصا عنوانها رياديو المناخ السوريين، يعني هي تعتمد اساسا على السوريين المهتمين جدا بموضوع المناخ والبيئة. هلا انت سالتيني انه كيف نحن بلشنا. هلا السنه الماضيه كنت عم احضر اكسبو تبع دبي، فكان في جناح اسمه جناح تيرا للاستدامه. فهو كثير بيعطيكي رحله بتجربي فيها كيف تاثير التغيرات المناخيه، بتعيشي التجربه. هي نوعا ما مهوله الفكره بتحسيها، بس عن جد كثير مهمه انه الناس تحسها. فلما رجعت على سوريا حسيت انه احنا شو ناقصنا، يعني لازم نحن نحس شو يعني تغيرات مناخيه، يكون في عندنا مسؤوليه بيئيه رغم كل الظروف اللي احنا عم نعيشها. بالنهايه البيئه هي جزء لا يتجزأ من الحياه المعيشيه. صحيح. والامن الغذائي وكثير قصص هي تندرج تحت التغيرات المناخيه. فعملت مبادره هي بس لرفع الوعي حوالينا يعني بين الشباب، هو كان سميتها تيرا على اسم هذا الجناح. فكانت هيك بتعرفي اول ما الواحد ببلش اي تجربه صغيره تصير في عقبات وناس وكثير قصص يعني، فكثير هيك صار في عقبات بهيدي المبادره. اما قررت اني اوقفها وانه خلص كملت بشغلي، مع كان بوقتها مع يونيسف، كملت شغلي وخلص تجاهلت الموضوع. فطلعت كميه من الاشخاص اللي عم تشجعني انه ارجع، انه ليش وقفتي، وانه ليش هذا الموضوع هو كثير مهم ونحن بنشارك، واذا عم تشارك اذا عم تلاقي صعوبه بالمجال الفلاني انا بساعد، بالمجال الفلاني انا بساعد. فحسيتهم عن جد هن رياديين، فقلت انه انا رح ارجع، انه عن جد نحن عندنا هي النيد وعندنا كمان الرياديين، فسميتهم رياديو المناخ السوريون. كمان نحن بلشنا بالشهر التاسع بال 2022 كصفحه على السوشيال ميديا، اشتغلنا بالفيسبوك كرفع وعي، بعدين رخصنا ب 22/2/2023. يعني يمكن من خلال المؤسسة عم بيكون في نشاطات، في فعاليات، في مبادرات عديدة عم تكون بيوم البيئة بمحافظاتنا السورية، إن كان بحما، باللاذقية. خلينا نوضح عن أهمية هاي النشاطات. شكراً على السؤال. بصراحة هو خليني أحكي أول شيء هيك نحن شو الاستراتيجية أو نظرية التغيير اللي نحن منتبعها اللي وصلتنا لأنه نحن عم نعمل نشاطات بكذا محافظة. أول شيء نحن بنشتغل على رفع الوعي مثل ما خبرتكم، لهيك نحن بلشنا سوشيال ميديا، لأنه كثير من الفئة المستهدفة اللي نحن مستهدفة إن كان شباب أو غير شباب، نحن مستهدف كل شرائح المجتمع. ففي عنا الفيسبوك هو منصتنا الأساسية، وغيرها إنستغرام، وكمان في عنا تيليجرام، وعنا لينكد إن، فمنستخدم بنستخدم فيهم الشباب لموضوع رفع الوعي. بعد رفع الوعي بصير في مسؤولية مجتمعية، وهذا الشيء نحن بنلمسه بالطلبات التطوع اللي بتجي لعنا، اللي هي بتكون بصراحة بكميات
كثير هائله يعني، وكثير هذا الشيء بيسعدني، وبزعل انه ما عندنا الشواغر الكافيه لحتى نستوعب كل هدول الاشخاص. فهون هي دائره المسؤوليه المجتمعيه. بعدين بننتقل على بعد ما بصير في عنا رفع وعي ومسؤوليه مجتمعيه، بننتقل لموضوع اللي هو دمج هدول الشباب مع صناع القرار. يعني نحن بالنهاية إذا قد ما ضلينا نشتغل بدنا بالنهاية حدا صانع قرار يقلنا أنه إيدي بإيدكم خلونا نشتغل أكيد. وهذا الشيء دائما اللي بيعمل الاستدامة وبيخلي الأشخاص دائما مرتاحين أو عم يعطوا أكثر. مثل أنه هلأ كيف نحن أنتوا إعلام ونحن مثلا مؤسسة غير ربحية ومجتمع مدني وعم نكون عم نحكي مع بعض وعم مثلا تشجعونا، وهيك لازم يكون في مع صناع القرار. فكمان في أشياء تانية بعد ما بصير في هذا الدمج، وبصير كمان هي جهود المتطوعين كلياتها هي بتتحول للمكان الصحيح، إن كان بتطبيق قوانين أو إن كان بمشاركة بوضع الاستراتيجيات. فهي هي اللي أعطيتك الباك جراوند أو الخلفية إنه نحنا شو هي نظرية التغيير اللي نحنا بنشتغل عليها. لهيك نحنا بلشنا رفع وعي. بعد هاي الرفع الوعي قلت لك عنا مسؤولية مجتمعية، فمن هون طلعت فكرة إنه نحنا لازم نشتغل شيء على الأرض، نكون مع الناس، لأنه كمان نحنا البنية تبع الإنترنت عنا مو كتير في ناس عندهم أكسس، ممكن مو كل الوقت حتى صح. موضوع الوقت يمكن مو كل الناس عندهم وقت إنه يفتحوا إنترنت دائما يعني، أو كل نهار أو كل يوم أو كل أسبوع مثلا. فكمان نحن انتقلنا لموضوع انه نشتغل على الارض، فلقينا يوم البيئه هو يوم كثير مناسب لحتى نبلش فيه. بلشنا بثلاث محافظات. الحلم هو كنا كمان نعمل بحمص، بس دائما الاحلام مو كثير بتطبق يعني، وخاصه انه في عنا كثير تحديات يعني بذكر لكم اياها. عملناه باللاذقيه، عملنا نشاط هو كان بغابة مع مركز فعال باللاذقية. طبعا نحن الشراكات هي من أقوى الشغلات اللي نحن بنحكي فيها. نحن عندنا موارد بشرية وشراكات حاليا هي أكثر شيء بيقوينا بكل المحافظات، وهنا كمان بيكونوا أدرى بمجتمعاتهم المحلية وكيف بيقدروا يوصلوا الصوت بالمجتمع المحلي تبعهم. فلهيك نحن بنآمن فيهم، خاصة بمجتمعات غير الشام اللي نحن ما كتير بنعرف ممكن بالجو تبعهم. فباللاذقية كان في عندنا مركز فعال عملوا نشاط بالغابة. كمان بحما كان معنا مركز تمكين المرأة اللي هو مركز شريك لـ UNDP، وكتير هيك كان في شراكات تانية. كان في شيء للأطفال؟ للأطفال نحن لسه ما توجهنا، بس خبرتك نحن في عنا في فئة مستهدفة هي الكل، يعني احنا في عنا للأطفال، بس بيوم البيئة ما كنا محظوظين انه نتعامل مع الأطفال. طيب فرح خليني بس أسألك، اليوم نحن عم نحكي عن مرحلة الوعي أو زيادة الوعي عند الشباب أو الناس بشكل عام بموضوع البيئة. يمكن نحن القاعدة الأساسية اللي هي عنا في كتير قوانين موجودة لخدمة هذا الموضوع، لكن ما بيتم تنفيذها بشكل مناسب، وبتحتاج أكبر لتعاون من المجتمع اللي هو بكتير أوقات بيجهل هاي التفاصيل. ببلدان الخارج صرنا نشوف موضوع الثقافة أو تثقيف الناس بيئيا هو أهم خطوة لحتى يتطور المجتمع أو يحافظ على بيئته. يعني أنا بقدر أعرف أنه أنا بدل ما أشتري مثلا 6 أكياس بلاستيك فوتهم على بيتي، أنا ممكن كيسين ورق خفف من استهلاك البلاستيك اللي هو بيضر البيئة، وغيرها كتير من التفاصيل. حتى لما بدي ضب مثلا القمامة كيف ممكن وزعها. هذا الموضوع في بعض المحافظات شفنا فيها تجارب بدأت، اللي هي إعادة التدوير، فصل المشتقات عن بعضها لحتى الواحد يستفيد منها. هل بدأتوا بهذا الشيء؟ ولأي درجة شفتوا مستوى الوعي عنا بهذا الموضوع؟ تمام. هلا نحن لما بلشنا دراسه الاحتياج لنشوف هل نحن عن جد سوريا هي بيئه، او بتحليل السياق هي بيئه عن جد قادره لتتقبل هيك شيء. فيعني من تجربتي اللي هي بلشت على اساسها هي المؤسسه، خبرتك انه احنا كثير في عنا بيئه حاضنه جدا للتغيير الايجابي، وهذا شيء جدا بفائلني، ودائما كل ما بصير في اي عقبه انا برجع بتذكره. نحن في عنا السلوغان تبعنا او الشعار تبع المؤسسه هو فكر عالميا ونفذ محليا. يعني دائما لما بنفكر بالعالم فكر انه في عنا سياق محدد بنفكر فيه بسوريا، ما انه كثير بيشبه العالم ولكن قابل للتطبيق ببعض المحلات. اعاده التدوير هي صارت شغلات احيانا الناس تعملها من مبدا يعني الاقتصادي، انا بدي اقتصد بهذا المكان، او مبدا المعيشي او الى اخره، بس بالنهايه في عنا اعاده تدوير. نحن اذا عملناه منطلق بيئي بغض ما بقى بتفرق الموتيفيشن او الدافع اللي عم يعطي هدول الناس لحتى يغيروا بموضوع الثقافه تبعهم.
رؤيتنا نحن، الرؤية اللي نحن حاطينها لحتى يعني نشتغل عليها، هي ثقافة محلية صديقة للبيئة. ومثل ما قلتي كتير كتير صح اللي قلتي، إنه هي الثقافة عم بتأثر أكثر من القوانين. صحيح. يعني حتى لما بنطلع مثلا ومنسافر، يعني لما سافرت على ماليزيا تشوفين انه عن جد ثقافتهم هي اللي بتخليهم، انه انت عملتي شغله ما انا ما بتشبه ثقافتهم بيستغربوا، فانت فورا بتتراجعي. يعني حتى مثلا لما بنطلع على الامارات بنشوف حتى السوريين بالامارات كتير في عندهم تقبل لهذا التغيير الايجابي، والقانون عندهم صار ثقافه. نحن لسه لهلا القانون ما صار ثقافه بالتعامل. وفي احيانا في احيانا العكس، يعني انه الثقافه هي عم بتشكل انه سهل تطبيق القانون. صحيح. هلا نحن لو في عندنا شويه ثقافه شويه قانون كانوا على فكره مشيوا مع بعض. يعني انه الاشخاص اللي ما بتلتزم انه بالثقافه في قانون، اشخاص انه في ناس ممكن تلتزم بهي الثقافه. تمام. يعني انت كمان فرح بتدربي بورشات تدريبيه، خبرينا اكثر عن المواضيع او المحاور اللي بتحاولوا تركزوا عليهم اليوم ضمن هي الورشه التدريبيه، كيف عم يكون تفاعل الموجودين مع الموضوع؟ هلا المحاور التدريبيه من قبل او لحتى هلا بدرب اهداف التنميه المستدامه اللي هي منطلق للواحد دائما لما بحط هدف بيقدر يوصل له. فالامم المتحده حطت اهداف للتنميه المستدامه، فاي حدا بيشتغل بالمعمل الانساني او حتى هلا مشاريع التخرج عم تتبنى الجامعات انه تصير تخدم هدف من اهداف التنميه المستدامه لحتى نعيش دائما بمجتمع مستدام. كمان في مفهوم كثير انا بحب اذكره، يعني نحن عملنا شراكات مع الجامعات، الجامعة العربية الدولية والجامعة الافتراضية السورية، عملنا معهم ورشات هي بتتعلق بالـ ESG reporting. وهذا مفهوم الـ ESG هو شغلة جديدة بتطلع بيطبقوها الأشخاص، مثل ما بيعملوا جدوى اقتصادية للمشاريع فهنا بيعملوا كمان ESG، تقرير اسمه الـ ESG هو تأثير هذا المشروع على البيئة وعلى المجتمع وعلى الحوكمة تبعه لهذا المشروع. هي بتأثر كمان على جلب الاستثمار لهدول المشاريع لحتى يصيروا فعلا هن قدرانين يمشوا أكثر على الأرض ويواكبوا شو عم بيصير بالعالم. وأكيد التغيرات المناخية، دور الشباب بالتغيرات المناخية، وطبعا هو اسمه المناخ يعني، بس نحن اللغة العامية دائما له مناخ، ف أكيد. يعني عذروني. أكيد. بالختام بدي أتشكرك فرح لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ونتمنى للمؤسسة أنه هي تكبر أكثر ويصير في عنا ريادة بموضوع طبعا الثقافة المجتمعية حول البيئة والمناخ. شكرا لوجودك. أكيد. وبنتمنى التوفيق لك ولكل الموجودين اليوم ضمن المؤسسة. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. شكرا.